Look at this. I took it from Acteon. Apollodorus tells me it is a papyrus from the Royal Council, which means the snake is in Ptolemy's court. How does this Apollodorus know these things? He has informants everywhere, because of his work with Cleopatra. But Cleopatra? She's been declared a criminal. By her treacherous brother, yes. She plans to take back the throne. She wants the snake dead as much as we do. لعبة أساسن كريد الشهيرة أو السلسلة الشهيرة من يوبيسوفت تعود من جديد بعنوان جديد ومغامرة جديدة وبداية هذه المجموعة من القتلة وإلى أصولها طبعا. الكثير يعشق هذه السلسلة منذ بدايتها في 2007 ومغامراتها المتنوعة والعصور المتنوعة وأحداثها التاريخية التي تعلقنا بها مثل الحروب الصليبية أو الثورة الفرنسية وعالم القراصنة والكثير التي تبقى ذكرى كل ما انتهينا من جزء من أجزاء هذه اللعبة. Go to the palace and discover who uses the seal of the snake. And I will use this. أو من لا يتذكر شخصية إيزو والأجزاء الخاصة به ونهايته المحسنة لدى الجميع في هذه أو عشاق هذه السلسلة، والذي صنف كأشهر وأقوى أساسا عبر العصور في هذه السلسلة. Rising of the horns, hey, hey, from the town of دعونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسعد البلوشي من هيروز أوف لاك. لعبة أساسن كريد أوريجنز باختصار تعود لوصولها أو لجذور هذه المجموعة من القتلة، وتكون بدايتها في هذه المرة أو في هذا الجزء بالتحديد عن مصر القديمة وعصر الفراعنة. منذ البداية ستدخل في أحداث درامية وأكشن دون معرفة أي شيء ما أو ماذا يجري حولك، ومع استمرار باللعب ستبدأ بتكوين القصة أو بتركيب غموضها والانغماس بأحداثها الرائعة. بدون مجاملة يوبيسوفت أبدعت في هذه المرة في هذا الجزء بعد غياب سنتين وفقدان الكثير من شعبية هذه السلسلة بسبب التكرار الغير مبرر بطريقة اللعب الاعتيادية والمملة. I must protect this great land. Alexandria is where the snake thrives, and Aya lives. I must find them both. Yarmu, home to my old friend Menehet. He will be in the temple. He always is. بطلنا في هذه المرة وفي هذا الجزء هو بايك، آخر ميدجاي في عصور الفراعنة، والذي يعد طبقة خاصة من الجيش المصري معروفين بشدتهم ومهاراتهم القتالية. حيث تبدأ الأحداث في سوى، حيث بطلنا كان يدافع عن الحق فيها وانصار الضعفاء، ومن خلال فترة بسيطة يكتشف بطلنا المخطط السري الذي يهدف على القضاء على دولة مصر القديمة. هنا يقرر هو الاستماع إلى آية زوجته وشريكته الأساسية في اللعبة أو في المغامرة وللانضمام لملكة كليوباترا وارجاع مصر إلى قوتها المعهودة. In the shadows, and I will kill you all. Everyone who sniffed the air that day in Siwa. You are scarred by justice. I bludgeoned Medunamun with this. I hate that we have to do these things, but I am grateful that you did. If I am honest, I took pleasure in it. جرافيك اللعبة الجبار وتصوير عصر الفرعوني بطريقة رهيبة جدا هذه المرة. بكل أمانة حاب أوصف هذه اللعبة، تصورت العصر الفرعوني بكل دقة وتفاصيل، حيث أول شيء أن الخارطة تعتبر أكبر خارطة من التي صادفتها بالنسبة لألعاب الفيديو حاليا، وإلى الآن لم أكمل حتى نص اللعبة أو نص الخريطة، ولكن حسب المصممين وتحسب على المصممين أقصد الدقة في تصميم كل منطقة أو كل فرع أو كل يعني مساحة من مساحات الخريطة لطريقتها في التصميم
وأيضا طابعها الخاص. أقصد بهذا أقصد يعني اللي أقصده تصميم البيوت أو حتى الملابس أو طريقة العيش الناس الموجودين فيها. مثال: المناطق الريفية تم تصميم البيوت طبعا هي من الطين وبشكل عشوائي غير مرتب، وكتكاثر شجر النخيل كأبسط مثال. أما الجيزة التي تعتبر أهم مقر للأهرامات والفراعنة ويوجد بها يعني اللي هي المقابر الكثيرة، تم تغطيتها بالرمال لأن في هذا العصر كانت مهجورة، والذي يسكنها مجرد مجموعة من الضباع والأسود والحيوانات المفترسة. أما الإسكندرية التي تعتبر هي العاصمة أو أهم منطقة في اللعبة تقريبا، كان تصميمها المعماري بشكل رائع ومنظم لأنها تعتبر عاصمة الثقافة في ذاك الوقت، وترتيب المكتبات حيث أن الناس تتزاورها وتزورها لتكسب الثقافة بكل أمانة. هنا أريد أن أتكلم أن عالم الافتراضي للعبة تم تصويره بشكل جدا رائع، حتى أكثر من الأفلام اللي هي تاريخية أو الوثائقية التي تتحدث عن العصر الفرعوني بالذات. بصراحة هنا يوبي سوفت أبدعت هذه المرة، حيث أن اللعبة يقولوا تم تكوينها من الصفر من جديد، وليس فيها نظام التكرار الممل في الأجزاء السابقة الأخيرة. All right. Set up this. Now what? Where is Aya? Serapis. I wrote a tragic comic pastoral epic centered on him. You're by, I guess. Aya's eager to see you. She said. Quickly, follow me. الشيء الأساسي الموجود في أي لعبة من ألعاب الفيديو، أكبر تغيير هذه المرة في هذه السلسلة هو أسلوب اللعب. تم إضافة خصائص RPG حيث أنه يجب على اللاعب أو سيجد نفسه اللاعب يبحث عن عناصر وتجميع العناصر اللازمة لتطوير شخصية بايك إلى الأفضل ليصبح أسرع وأقوى لإتمام المهمات الأساسية. سيجد نفسه اللاعب ينغمس في المهمات الجانبية أو زيارات المقابر أو حتى صيد الحيوانات فقط لتقوية الشخصية وإضافة قدرات تزيد من مرتبته وإنهاء المهمات الأساسية بشكل أسرع، من غير أن النظام تطوير الأسلحة أو الدروع التي يرتديها بايك أيضا موجودة، من غير أن توجد أيضا نقاط خبرة تكتسبها كل ما تقدمت في إنهاء أي مهمة لاستخدامها لإضافة قدرات ومهارات جديدة لبايك، مثل ضربات قاضية أقوى أو إطلاق السموم أو حمل سيفين أو سهمين في نفس الوقت. شيء آخر تم تغييره في اللعبة وهي وضعية القتال المباشر، تغير بشكل كبير بأمانة وأصبح أكثر دقة. ذكرتني هذه اللعبة بطريقة لعب القتال والقتال المباشر في لعبة دارك سولز من هذه الناحية، حيث يمكنك تفادي الضربات والقفز باتجاهات متغيرة والانقضاض على الخصوم عند إتاحة الفرصة لك. طبعا هذا الشيء أنا أعتبره شيء جميل جدا وتنوع في عملية القتال، من غير أيضا تنوع الأسلحة الأكثر من رائع، لكل سلاح قدراته الخاصة وضرباته الخاصة وأيضا طريقته الخاصة في القتال. هذه اللعبة بأمانة زادت من إعجابي خاصة في طريقة القتال المباشر، حيث نحن تعودنا في الأسلوب أساسا هي التخفي والقتال في اللعبة. شيء آخر جميل تم إضافته في أسلوب اللعب وهي عملية التسلق. صار بإمكان بايك وهو بطل اللعبة أو شخصية اللعبة تسلق كل ما يراه تقريبا، من جبال، معابد عملاقة، منارات عملاقة موجودة في اللعبة، أي شيء يمكن أن يتسلقه. طبعا مسموح أنك تتسلقه هذه المرة، ليست في مثل الأجزاء السابقة أماكن محددة فقط مسموح
أنك تتسلقها أو يمكن لبايك أن يتسلقها. هذا شيء إضافي جميل أيضا يحسب على اللعبة ويعطي فاعلية أكبر في الهروب من الفخاخ مثلا أو الهروب من الشخصيات القوية في اللعبة، والتسلق إلى أكبر نقطة عالية جدا لكشف الخريطة. شيء آخر عجبني باللعبة طبعا تم إضافة الفوتو مود أو وضعية التقاط الصور، هذا أعتبره شيء جميل يعني ممكن للاعبين مشاركة لقطاتهم الحاسمة، طريقة الأكشن أو في القتال أو المناظر اللعبة الرائعة والمثيرة التي ستجعلك هذه الوضعية في التقاط صور رائعة ومشاركتها. ممكن نحط صورة ونعمل لك لايك. من الأشياء التي صادفتني وغريبة وعجيبة في اللعبة أن اللعبة عند تجولك في الصحراء لمدة طويلة يبدأ البايك بالهلوسة أو تحدث لك أمور غريبة مثل الأمطار من الحشرات تتساقط عليك أو ظهور شعاع مثل الشهب في السماء، وعند تحاول أن تلمسها وتتبع هذه الأشياء تختفي بشكل غريب جدا. هذا عندما تتجول بشكل مبالغ في الصحراء طبعا. شكرا يوبيسوفت على اعطائنا النسخه من هذه اللعبه لنجربها ونعطي راينا فيها وتقييمنا لكل متابعينا في قناه هيروز اوف لاج. قمنا بتجربه اللعبه على البلاي ستيشن والاكس بوكس 1 اكس، وكانت في وضوح جدا جبار في الاكس بوكس 1 اكس، حيث ان المناطق البعيده صارت اكثر وضوحا حتى على الفول اتش دي وليس الفور كي، حيث قمت بتجربه اللعبه على الفول اتش دي في الجهازين كلهم لهم اداء رائع، لكن شفت في فروقات جدا واضحه بما يخص التجربة على اكس بوكس 1 اكس. ايضا ستنتقل بين العالم القديم والعالم المعاصر وهو العالم الحديث عبر شخصية طبعا ليلى التي تحاول كشف خبايا ما حدث مع بايك وزوجته. بدون حرق لتفاصيل القصة سأترك هذا لكم عند تجربة اللعبة. I'm fine. Yes, but your kidneys aren't. Got the cyclosporin. 2 cc should do it. Don't forget the alcohol wipe. أخيرا نأتي إلى عيوب اللعبة. اولا حاب اتكلم فيها طريقة القتال في اللعبة، احيانا تزعجك بشكل كبير في ردة فعل بطيئة من بايك او الطريقة الخاطئة في عملية الضرب، سواء كانت كضربة بطريقة قوية او الضربة بضربات سريعة المتتالية. وشيء ثاني يصير اللي هي طريقة الخاطئة في حركة الشخصيات او الشعوب الموجودة في اللعبة، مثل التصادم في الجدران او التصادم بما بعضهم بعض او الركوب والانطلاق بشكل غير طبيعي بسرعة غير طبيعية، ولكن هذا أنا أعتذره قليلا بسبب عالم اللعب الكبير جدا هذه المرة. كان هذا تقييمي، أتمنى ينال إعجابكم. لا تنسوا اللايك ونشر المقطع لأكبر عدد ممكن من أصحابكم. معكم أسعد بلوشي من هيروز أوف لاج، مع السلامة، نشوفكم مقطع ثاني. Not much here this time.